السلام عليكم. السلام عليكم. دي ذا موست امبورتنت قصه ان يور لايف، عشان مبني عليها كل حاجه هتتخيلها في حياتك، كل المواد، كل السنين. عايزك تركز زياده عن اللزوم، خاصه الموضوع ممتع وشيق للغايه. تعال نجيب الموضوع من اوله سنه كده، وبعد كده نكمل كام سنتين في مرحله. زمان قلنا ربنا عز وجل علمني عشان اعمل عمل متكامل والكمال لله وحده، لازم اجيب اللي هيشتغل واجيب اللي هينظم الشغل. وقفت شويه عند الكلام ده وقلت لك ان كل حاجه في جسم الانسان بتعمل، كل السيستمز بتعمل عمليات حيويه، ما عدا في اثنين سيستم مسؤولين عن الريجوليشن. من شويه لسه قايلين في الاناتومي، الجهاز العصبي والهرمونات. بس الهرمونات فيها مشكله، لازم هيوصلوا يطلع امره، وبعد كده الديوتر يتروح، وفيلم هندي طويل. عشان كده دايما اللي بينجزنا في الريجوليشن هو الجهاز العصبي. نقف عند نقطة تانية، ما معنى كلمة ريجوليشن؟ خلقت الحياة على التضاد. عشان أقول لحضرتك أنا أقدر أنظم أي حاجة في الجسم، لازم أكون بعرف أعمل حاجة وأنقضها. عايز أنظم الضغط، يبقى هعرف أزوده لو قل وأقلله لو زاد. اللقطة الثالثة المهمة أوي، ركزوا في الكلمة اللي أنا هقولها، مش هلجأ للريجوليشن إلا لو في شغل قائم بالفعل. يعني إيه؟ يعني أنا عايز أعمل سنتر كويس، فهجيب الدكاترة اللي هتشتغل والسكرتارية اللي هتعمل ريجوليشن. لو عايز اضمن ان السنتر ده عمر ما يحصل فيه مشاكل وكل حاجه تحت السيطره، فانا هجيب اثنين سكرتيري، واحده بنت بيبل بتضحك في وش الناس وتفضلوا عايزين ايه، واحده زباله بتتعامل مع الكائنات الزباله. يبقى انا كده مستعد لاي حاجه. امتى هجيب السكرتيريا دول؟ لما يكون في شغل قائم بالفعل. يعني هل ينفع سنتر ما فيهوش دكاتره اصلا اجيب سكرتيريا؟ اكيد لا. يبقى مش هلجا في الجسم، وربنا عز وجل مش هيلجا للريجوليشن الا لو في شغل موجود اوريدي. تعال بقى نتفرج على الكلام ده من جوه واتفرج معايا. المسؤول الاول عن الريجوليشن في الجسم هو الجهاز العصبي. هتعملها ازاي جهاز عصبي؟ القصه بدأ من حاجه اسمها السي ان اس. السي ان اس اختصار ايه؟ سنترال نيرفوس سيستم، اللي هم مين؟ يا اما البرين يا اما سباينال كورد. الناس دول هم اللي مسؤولين يسيطروا وينظموا الجسم كله. كل اللي تحت ايديهم، رجالتهم اللي هتساعدهم ان هم يحققوا ده، اسمهم البي ان اس، ريفرال نيرفوس سيستم. طبعا جزء الاناتومي في الفيزيولوجي فكك منه، ملوش لازمه. طيب عايز تسيطر، هتسيطر ازاي؟ فالوحده الوظيفيه للجهاز العصبي حاجه اسمها الريفلكس. بصوا بالعربي كده، احنا قلنا قبل كده يعني ايه وحده وظيفيه؟ شكل مصغر للوظيفه اللي بيعملها السيستم كله. السيستم ده دوره ايه يا ابني؟ ريجيوليشن. ما هو ريجيوليشن يعني ريفلكس. ريفلكس بالعربي معناها الفعل المنعكس، او بالعربي يعني رد فعل نتيجه فعل. او لو هقولها في الجسم يبقى اسمها تصليح خلل نتيجه خلل. ما هو ده الريجوليشن. انا جايبك بقول لك نظم لي المكان، يعني معناها انت قاعد ماشي كل حاجه نورمال زي الفل، ولو لا قدر الله حصل اي تغير انت هتتصرف وتصلحه. فعشان كده القصه واقفه على حاجتين. فريق اللي بيقولوا عليه فريق العصافير، او فريق الاخباريات زي ما بيقولوا، او شبكه المعلومات، بدأ بناس اسمهم ريسبتورز. وريسبتور معناها بالعربي مستقبلات. بنحب نقول عليهم كلمة حلوة قوي بالإنجليزي، ديتكتور أند ترانسديوسر. قول بالعربي بتاعها كده، ديتكتور. ديتكتور يعني عارف أنت حساسات، عارف أنت زي ما بتشوف مثلا جهاز كهربي ولا جهاز إلكتروني يبقى دي حساسات. من أقل تغير بيحصل في جسمك الناس دي بتتحفز وجري يتبلغ. وعشان كده وقت النرف لو شاطرين وفاكرين قلت لك الريسبتور ده اسهل واحد تعمل له استثاره. ليه؟ لانه دوره يتطلب ذلك، لان قدر ربنا يتطلب ان الراجل ده قاعد مفنجي العين، اي تغير هيحصل عنده جري هيبلغ اللي يعرف يتصرف. مين اللي بيعرف يتصرف؟ سينس. هيبعت له اشاره في عصب هنسميه قفل، او بنصنفه عصب. خليني اقول كلمه ثالثه من عندنا عشان تتخيلها على الجسم ده. انا هحفز الريسبتور هنا، حلو؟ مطلوب من الريسبتور ده يبعت الاشاره لمين؟ لمركز الاحساس فوق. لو بتاع ضغط هيوصله لمركز تنظيم الضغط، بتاع ضربات قلب هيوصله لمركز تنظيم القلب، بتاع تنفس يوصله، وهكذا. يبقى الراجل ده طالع ولا نازل؟ طالع. فبيسموه اسندنج تراكت. بس انا جاي هسموه لك كده. اسندنج تراكت. يعني ايه اسندنج؟ يعني ان الريسبتور طالع لفوق للمركز المختص. ودوره هينتهي عند كده. بعد كده السي ان اس يبتدي يتخذ اللازم. المركز اللي انت وصلت له ده هيستعين ببقيه المراكز، يقول لهم يا جماعه انا عندي مشكله فلانيه ساعدوني، عايزين نظبط الدنيا. فهيبعت لرجالته اللي يعرفوا يظبطوا الموضوع ده. ورجالته دول يا شبابنا اسمهم الافكتور اورجن، الاعضاء اللي بتعمل افكت. اللي هم يا اما ماسلز يا اما جلاندز.
المسلز احنا عارفين كويس انها سكليتال وسموث وكاردياك مسل. لو صنفتهم كده في خيالك هتلاقي ان السكليتال هي الوحيده فيهم اللي اراديه. فالوضع بتاعها مختلف خالص. حتى ايام النرف كنا بنقول انها العصب اللي بيروح لها بيشتغل بسرعه وهي بتشتغل بسرعه ومش بتاعت اول نان اللي عايز يقول يقول لانها ممكن تتعب. في 60 ده هي شد عضل والدنيا هتمشي. لازم تشتغل بسرعه قوي انا مش كابتن ماجد اقعد اطير حلقتين وافتكر ذكريات. فبتشتغل بسرعه جدا ومش شغاله طول الوقت. الا لو حاجه بترفص وانت نايم حاجه ترجع لك. انما السموس ماسل الكاردياك ماسل الجلاند حاجات لا اراديه. ما ينفعش تتعب عشان تعبها وحش. التعب بتاع السموث ماسل او الجلاندس ده بيحرك اعراض اسمها اعراض المغص. والتعب بتاع عضله القلب ان شاء الله اخر تعب في حياه حضرتك. عشان كده عضلات لازم تشتغل على مهلها. ربنا كفلها ده ايام النرف عشان تربط المناعه في المعده بانها تتخضع لاورور نان. كان العصب اللي بيروح لها عصب المايلينيت عشان الاشاره تاخد وقت كده وتقعد من فروم بوينت بوينت وقصص كده. العصب اللي هينطلق من السينس من المركز المختص لحد العضله او الغده اللي انا عارف ان هي هتصلح لي المشكله اللي اتبلغت بيها بيسموها عصب ايفرنت او صنفناها عصب او اسمه ديسندنج تراك. وبالتالي تحط في دماغك حاجه الحبل الشوكي هو اسانسير بعيدا عن دور تبع السينس فهو اسانسير. لو حضرتك عايز تبعت اشاره لفوق للمخ لازم هتعدي من جوه الحبل الشوكي. ولو المخ بعت اشاره للعضلات لازم هتروح عن طريق مين؟ برضه الحبل الشوكي. فعشان كده الحبل الشوكي مطلع عصب يمين وعصب شمال كل عصب تروتس. تروتس يعني ايه؟ يعني مدخل ومخرج. مدخل يدخل الافرنت ومخرج يطلع الايفرنت. يعني لو عايز تتخيل المنظر ده كان في اول الكتاب عشان برضه اللي ما شافش. بص كده ده الحبل الشوكي وانا هنقطعه واوريه لك كده. بص الموضوع بقى عامل ازاي؟ يا جماعه شوفوا متخيلين هو عامل كده وانا موريه لك كده. عصب يمين وعصب شمال، شفت كل عصب له مدخل؟ يعني أي عصب افرنت عايز يطلع لفوق بيخش من المدخل الوراني، أي عصب رايح لعضلة افرنت بيطلع من المدخل القدامي. هتبقى حاطط في دماغك بس كده لقطة صغنطوطة خالص، أنا الحبل الشوكي عبارة عن أسانسير. حلو. يبقى كده لما أسألك ما أنواع الأعصاب من العصبورة فسيولوجيًا؟ افرنت وافرنت، أو اسمهم سنسوري وموتور. أنت كشطور كده لما تيجي تفكر في الأدوية وتيجي تفكر في الحياة الشغل كله هيبقى على الاثنين دول لان دول اللي بيعملوا اكشن. السنسور كل دور بينتهي فين؟ ان هو بلغ وقصته انتهت عن كده. لكن دول اللي هيعملوا الاكشن كله. لكن ان ولا شيء يا دكتور اللي ورا خلقناه بقدر. لو رايح لعضله سكليتال لازم ان ولا شيء خلقناه بقدر تكون عصب مواكب العضله السكليتال. في اللحظه دي هيقول لك الاعصاب الموتور نوعين. النوع الاولاني اللي متجه لمين؟ السكليتال ماسل. عشان هي عضلات اراديه سميته عصب موتور بس موتور ارادي. اسمها موتور ايه؟ المفروض كل اللي مكتوب في الكتاب السنه الجايه انت عارفه من دلوقتي لوحدك. هو رايح لسكيتال مصر يبقى اكيد خصائصه عباره عن ايه؟ حاجات تواكب الاكشن بتاع السكيتال مصر يعني من عندنا لان ده مش في كتابنا اصلا. لازم يكون عصب مجنيت. متفقين؟ طبعا عشان الشرط تبقى ايه؟ سريعه لما رايح حاجه تشتغل بسرعه قوي. رقم اثنين العصب ده لما يروح ينفذ القنوات بتاعته الايونات اللي عند العضله فولتج جيتد. يعني مجرد ما الاشاره تيجي تكون فاتحه مدخله صوديوم والاشاره تنتقل على وتنخفض فورا. عشان كده حضرتك لما تشوف كلب مثلا ولا تشوف سور ستار ولا تشوف فور ولا اي كلب بتخاف من ايه؟ فورا بتجري مش مش لسه نعمل ننقل اشاره كتير قوي. اللقطه الثالثه هل سكيتا المصري شغاله 24 ساعه؟ يعني الشغل قائم بالفعل. يبقى الاعصاب السوماتيك نوع واحد هو اللي قدامك ده ومن عندنا للي بيفهم اونلي ستيميولاتوري. يعني ايه ستيميولاتوري؟ بتاع التحفيز. يعني يا دكتور؟ مش العضله في النورمال مش شغاله؟ لو عايز تشغلها ابعت لها عصب سوماتيك قول لها اشتغلي. مش عايزها تشتغل فهي مش شغاله اصلا. مش محتاجه قلت لها حد يشغلها وحد يوقفها لان هي اوريدي مش شغاله طول الوقت. مش شغل قائم بالفعل. مش محتاج ريجيوليشن. لكن تعالى اللعبه بتاعتنا وكتابنا بقى. العصب الموتور اللي انا هكتبه بالازرق ده المتجه لسموس ماسل او كاردياك ماسل او جلاند هسميه عصب لا ارادي او اسمه اوتونوميك. إن كل شيء خلقناه بقدر. الراجل ده رايح لحاجة ما ينفعش تتعب. وبالتالي أنا متوقع كل اللي هقوله دلوقتي عصب أنمايلينيتد. أصل اللي ناسي أنمايلينيتد ده يعني الإشارة بتاعته بتنتقل فروم بوينت لبوينت فبتاخد وقت طويل وإحنا عايزين ده عشان العضلة ما تتعبش عشان تعبها وحش. عصب هيوقف في السكة في حاجة بتسمى الجانجل.
عارف زي سواق الميكروباص اللي بيسوق نص الطريق بعد كده يوقف واحد تاني يكمل. طبعا ده هياخد وقت، هيروح في منطقه اسمها الجنجلة اللي هنحكي عنها كمان شويه، جوه نقل كيميائي وهياخد تفاصيل واجراءات. عشان كده حتى بيتقسم المشوار بتاعه لمشوارين، مشوار ما قبل الجنجل اسمه بري جنجل يونت، وما بعد الجنجل اسمه بوست جنجل. ومع كامل احترامي للكتاب، الكتاب بيقول لك الجنجل ده سويتش الجهاز العصبي، محطه تقويه. لكن انا عايز اقول ان ربنا عز وجل خلقها تحديدا ديلي اوف ترانسميشن. خد بالك يعني ايه ديلي؟ تاخر الاشاره شويه على قد ما خد من عندي كمان من غير كتاب خالص. تنفيذ الاوامر لما توصل للكاردياك ماسل او السموس ماسل او الجلد بيبقى لايجند جيتد اين شانل. ده هناخده بالتفصيل الممل. هيبقى فيه هناك نقل كيميائي، الاشاره تيجي تطلع النقل الكيميائي والنقل الكيميائي يطلع ويتحرك ويروح يرتبط بمستقبلات تاني ويعمل فيلم. كل ده ربنا عامله ليه؟ عشان ان كل شيء خلقناه بقدر. اللقطه الثالثه، هل عدد الالم شغال على طول؟ ايوه. وحد قال لي لا والله اقسم بالله هتنامي؟ هيجي لك نوم النهارده؟ اه شغال على طول. يبقى شغل قائم بالفعل. انا محتاج ريجيوليشن. يبقى الاعصاب الاوتونوميك لازم تتقسم لنوعين، نوع بيعرف يعمل حاجه هسميه سمباثيك، ونوع بيعرف يعمل العكس اسمه بارا سمباثيك. وعارف يسموهم كده. بص على السنبوره بقى ورد عليها ضروري. ما انواع الاعصاب؟ سنسوري موتور او اسمهم افرنت ويز. الموتور نوعين، موتور سميته ارادي عشان هو رايح لحاجه اراديه اللي اسمها سكليتال ماسل، وموتور لا ارادي سميته لا ارادي عشان رايح لحاجات لا اراديه اللي هم سموس ماسل وكاردياك ماسل وجلاند، فاسمهم سوماتيك واوتونوميك. الاوتونوميك نوعين اسمهم سمباثيك وبارسمباثيك، ببساطه شديده وعنيفه جدا. انا عشان ابقى ضامن ان هعرف اعمل ريجيوليشن، فانا تحت ايدي مجموعه اعصاب بتعرف تعمل حاجات معينه، ومجموعه ثانيه بتعرف تعمل العكس. لما يجيلي الاختياريه من هناك تقول لي ضربات القلب قليله، يبقى هطلع الاعصاب اللي بتعرف تزود ضربات القلب. قال الضغط عالي، يبقى هطلع اللي بيوطوا الضغط وهكذا، بس لازم يكون تحت ايدي الاثنين. لكن هل ده انت محتاجه في السوماتيك؟ ما حصلش. كتابك اهو. كتابك اسمه الاوتونوميك نيرفس سيستم. بشوفكم عايشين معايا ولا لا؟ هي الاعصاب السوماتيك بتطلع منين؟ السينس. طب والسمباثيك؟ السينس. طب والبار؟ ربنا معاك. اي عصب حركه هياخد الامر منين؟ من الضغط السينس. لكن طالعين منين من السي ان اس؟ عشان ده الجزء الحفظ اللي الناس بتقول عليه حفظ، وطبعا تبا لهم جميعا وتبا لكم اللي قلته. زي مش دور الريجيوليشن؟ يبقى هطلع من اقرب مكان لمكان شغل. انا لو جايب حد ببساطه شديده، انا لو جايب حد عايز ينظم لي شغلي واقف على باب بعض، مش هوقف في اخر الشارع. وبالتالي لما نيجي دلوقتي نقول الاكشن بتاع السمباثيك وبتاع البارا ايه، حضرتك تتخيل القصه كلها. طيب بصوا كده عشان ايه الرسمه تصغر خالص ونشوف احنا فين، عشان انا هنطلق اخلص كتاب العرض عشان يبقى الحصه الجايه ايه نعمل الفلوس بقى، والفلوس بتغير النفوس. بص هناك كده كتابك اسمه اوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو ده اهو. حلو كده؟ احنا بندرس دول. من هم السمباثيك والبارا من على السبوره؟ انا هقول بالعربي اهو. اعصاب هم سنسور ولا موتور؟ موتور طبعا. سنسور ايه؟ موتور. بس موتور ايه؟ اوتونوميك. وظيفتهم ريجيوليشن. اعصاب موتور يعني بياخدوا من السي ان اس يوصلوا لعضلات الغدد. نحهم اوتونوميك يعني ما بيتعاملوش مع السكريتال ماسل، تعاملهم مع الحاجات اللا اراديه. وظيفتهم ريجيوليشن. تيجي نترجمها فيسيولوجي للشكل الفيسيولوجي، اعصاب موتور يعني بتوصل منين لفين؟ من السي ان اس لحد افكتور اورجان، صح؟ يعني ايه اوتونوميك؟ يعني افكتور اورجان سموس ماسل وكاردياك ماسل وجلاندز. حلو؟ يعني ايه وظيفتهم ريجيوليشن؟ يعني لازم يبقوا اثنين، واحد بيعرف يعمل حاجه واحد بيعرف يعمل عكس. مجموعه بتعرف تعمل حاجه اسمها سمباثيك، ومجموعه بتعرف تعمل عكس اسمها بارا سمباثيك. اللقطه الثانيه، السموس ماسل والكاردياك ماسل والجلاندز اغلبهم موجودين فوق ولا تحت، قريبين من البرين ولا السبانال كورد. سميتها كده لو انت بني ادم زينا سبانال كورد، فغالبا غالبا هيبقوا طالعين من السبانال كورد. طبعا قلت غالبا لان اكيد في مثلا غدد لعابيه هنا اهو، لا دول بيطلعوا من المخ. في عضلات عين لا اراديه لا يطلعوا من المخ، لكن اغلب الجسم هيبقوا طالعين من ايه؟ السبانال كورد. كاناتومي تحديدا هيطلعوا من اللاتر هورن سيستم. لو شفتوا انا كنت راسمه من شويه، انا كنت راسم من حبل شوكي مطلع. ده كلام اناتومي مش فارق معايا كتير. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ بص يا بيبي، انا هقول لك الكتاب كله حالا، بعد كده هجيبه لك من جوه هتلاقي نفسك عارف اللي فيه. ما هو الاكشن اوف سمباثيك عند بارا سمباثيك؟ ومن خلاله هنشرح كل الدروس. يلا بينا. هو المفروض ان الكتاب يترتب كده بس الظروف يعني.
ايه قدرات مجموعه الاعصاب اللي اسمها سمباثيتك وايه قدرات مجموعه الاعصاب اللي اسمها ضار عشان اعرف امتى هبعت في دي وامتى هبعت في دي وطالعين منين وهيعدوا على ايه وفين وازاي انت هتتخيل كل حاجه لوحدك. توكلنا على الله. بيسموا اعصاب السمباثيتك اعصاب ال 3 اف فير وفايت وفلايت بتوع الخناقه التوتر النرفزه العصبيه او انا بسميها بتاع واحد شاف اسد واحد شاف كلب واحده شافت صرصار ما شاء الله عنده كابل هواء قطط انا بنتي طلعت دكتة هجيب لهم دليل كل ما بتشوف قطه ولا كلب انا بنتي الصغيره ما بتشوف قطه ولا كلب بتروح اصلا تهجم عليها بارس المساك البارس المساك بيسموها ريست اند دايجست اعصاب ريست اند دايجست انا بسميها ايه الفيلسوف اندوخ ما افضل الا تفعل شيئا ثم ترتاح قليلا I am doing nothing that I have no time to do anything else. واحد ببساطة مشغل نصه التحتاني بياكل ويلبن ده الطبيعي. بص معايا بقى. ما تأثير أعصاب السمباثيتك لو راحت للهيد والنك؟ يا ترى لو واحد شاف أسد ولا كلب ولا اتخض شعره يحصل له إيه؟ يقف عينيه هتبرد بقه هيريح وشه اصفر ولا أحمر؟ اصفر اصفر هيحمر؟ احمر ده ماما كانت بتقول لي كلمه صغيره يا ليفر امك يا ضنايا البت لما استخضت وشها بقى اصفر زي الليمونه وشها هرب منه الدم سلام على المعلومات وجمال مش وشها بس اللي هرب منه الدم حاجه اسمها ترتيب الاولويات هل وانا بتخانق مثلا او بلعب ماتش كوره ده وقت اودي دم للورينه دي ده وقت ورد دم للجهاز الهضمي ده وقت هضم بذمتك وقت ورد دم للمثانة شفت حد بيتخانق في وسط خناقه ثانيه واحده يقول لك اذا ذكرت اعصاب السمباثيتك عشان ما تقعدش تدور في منها ما تاثير اعصاب السمباثيتك على الاوعيه الدمويه فازو كونستريكشن فازو ما لحقتوش تنسوا فازو يعني وعاء دموي كونستريكشن يعني بيضيق الاوعيه الدمويه يقلل الدم اللي رايح كل حته ما عدا اثنين هيعمل لهم العكس اللي هي فازو دايلاتيشن القلب والعضلات هم دول اللي يحرقوا دم ما دون ذلك مش وقته فهقول لك مثلا ما تاثير اعصاب السمباثيك على البوبلوتيال ارتري بتدور فازو كونستريكشن طبعا ما بيعملش فازو دايلاتيشن غير الاثنين الكوروناري بما ان احنا لسه واخدين الشرايين اللي بيودي للقلب والسكليت المصل بلاد فيسل حياه عيالكم حتى اغلى حاجه عندكم انتوا احمدوا ربنا ان مفيش شكوى لو واحد قال لك ما تاثيره على السكليت المصل فتقول له فازو دايلاتيشن هديك بظهر ايدي زي الخدمه اولا هو في اعصاب سمباثيك بتروح لسكيت المصل لا يا جوز هو بروح للسموث مصل اللي في الاوعيه الدمويه اللي بتغذي العضلات السكليت يعني يروح يزود الدم للعضله السكليت لكن ما يروحش يقول العضله السكليت انقبض يا اولا ما تاثير اعصاب السمباثيك على القلب بتزود شغله ولا بتقلله تزود كل الكارديك بروبالز كل خصائص القلب تزود ولا تهدي التنفس تزود ريت ودبس ريت ودبس المعدل عمق شفته انت بتنهى المعدل والعمق مش زي الكلب مثلا الكلب بتزود الريت بس ما تاثير السمباثيك على الجهاز الهضمي بيزود الهضم ولا بيهديه لا مش وقت والسمباثيك قافل محابس السمباثيك قافل محابس افتكر اهو ما ناخد الجهاز الهضمي وافكر حضرتك المحبس بتاع المعده المحبس بتاع الامعاء الافرازات مش وقت الكلام ده حتى في الام سي كيو ما تكملش قرايه السمباثيك يبقى بيهدي الهضم ده مش وقت هضم اصلا ما تاثير السمباثيك على الجلوكوز خدتوا الجلوكوز في البايب يعمل ايه الغذاء الرئيسي لكل خلايا الجسم الغذاء الوحيد للمخ عايز جلوكوز وانت بتجري انت مش عايز تقرا بقى ما تجريش الكيني بكام الكيني بكام الكيني ثانيه واحده بس الكيني ما تجريش معايا انا هنجح انا لوحدي اه طبعا عايز جلوكوز يبقى الراجل هيزود الجلوكوز يجيبه منين هو متخزن فين؟ بيعمل عمليه اسمها جلايكوجينولايسيس عشان يزود الجلوكوز عايزين كرات دم حمراء انت مش عايز هي بتشتغل ايه كرات الدم الحمراء؟ شيل اكسجين عايزها وانت بتجري؟ اه طبعا يبقى الراجل يعمل كونتراكشن اوف ذا سبلين ما انت عارف ان هو مخزن كرات الدم الحمراء. طيب ما تاثيره على المثانه وعلى الريكتم والانا الكلام؟ بيحبس ولا بينزل؟ بيحبس هنزل منين اصلا؟ تقول لك بيعمل يورين ريتنشن ورا فيسز ريتنشن بما ان خدنا اناتومي. يقول لك هيقفل المحبس بتاع مجرى البول اللي هو يوريثرال سفنكتر سفنكتر يعني محبس ويعمل انتخاب في جدار المثانه. ورا هيقفل المحبس اسمه اينال سفنكتر لعند فتحه الشرج والارتخاء في الركتم المستقيم
فبيعمل ايه في الرحم؟ انقباض ولا ايه؟ بصلاه ربنا يبسطكم جميعا. هو الرحم بيشتغل ايه؟ مش عارفين الرحم بيشتغل ايه؟ تقريبا بيتزرع في توتو وايه وبتاع وحمل وكده، كانت حاجات كده بعيده عن السامعين يعني. على حسب كده بتاكل على حسب وسكت. هو بيني وبينك على حسب ايه؟ وقت الحمل المفروض السمباتيك الحمل والشكر لرحمه ربنا. ربنا بيخلي مستقبلات الرحم اللي في المكان ده تعمل ارتخاء عشان ما ينفعش توتو. وقت الليبر وقت الولاده بيعمل انقباض. عشان كده تلاقي الست الحامل مزاجها عينها عينها ما عندهاش ضغط توتر ولا كلام، تلاقي قاعده خربانه. المهم طيب سؤال الحلقه بقى، في حد قال لي يا دكتور انت بتقول السمساك دلوقتي بيحبس ولا بينزل فيديو ليه؟ بيحبس. طب انا واحد لما بتوتر بنزل ايه؟ من اعظم الرسائل الربانيه في الحياه، ما لا يدرك كله لا يترك كله. وكدكتور لازم تبقى يعني حافرها في قلبك، مش عارف تعالج المرض تماما على الاقل ما تخلوش يزداد سوء. فبعض الاحيان علاج المرض بيبقى ان احنا نتعايش معاه، مش هينفع ان انا ارجع طبيعي خالص، على الاقل اتعايش معاه. فربنا من رحمته لما حضرتك يكون عندك الحاله مودريت متوسطه، السمساك بيشتغل يحاول بكل ضغط يشغل القلب والرئتين والاكسجين كل اللي انت شفته ده عشان خاطر الحياه تمشي. طب لو الموضوع بقى اوفر والسمساك مش ملاحق ربنا بيشد الفيشة. بص معايا كده، لو انا متوتر هتلاقيني ايه؟ طب لو انا مرعوب التوتر وصل الرعب يقول لك ده انا قلبي ايه؟ كان هيوقف من الرعب. اللي بيبقى تعبان شويه عارفين بيكلموه مالك يا ابني؟ بس مساك شغال شويه زي ما انتم شايفين كده. لكن لو تعبان اوفر مالك؟ البره شغال من رحمه ربنا عز وجل. تخيلوا معايا انا بقول لكم ايه؟ دكتور مش رايحين نحس اكلوني الاول. جبتوا لي اكل؟ لا لسه جعان. جبتوا لي اكل؟ لسه جعان. بص يا دكتور مش عايزين حصه اصلا، على الاقل عشان خاطر الاحتياجات بتاعتك تقل. فيقول لك السمساك يحاول يودي اكسجين على اخره، لو المشكله تخطت قدره الجسم على الحل نشغل الباره على الاقل ما يهدي احتياج الجسم يقل. عارف اللي هو بالبلدي مش عارف يزود المرتب على الاقل قلل الاسعار. تنزل سخن عليا وانا بقول الكلام ده. وحاطين يفط في الطريق، حاطين يفط عشان اللي ما يعرفش مين المرشحين يرشحهم عشان في طريق هنكمله. وكملوا انتوا انا مش مكمل. المهم خليكم معايا. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض. اللهم استرنا. ما ينفعش الفيديو بقى. انا بيهمني انا عشان خاطرهم بس عشان هم لسه محتاجين المنهج. البركه جايه من ايه في الجسم؟ العكس ما يعلم. اللي لو قال لي ما عدا دم انا ابوسه من بوقه. انا عايز كلمه بالعربي. ما عدا الحاجات اللي ما فيهاش ريجنريشن. يعني ايه يا دكتور؟ حاجه زي التفافه، لا مؤاخذه يعني اللعاب. اللعاب ده دوره الفسيولوجي الرئيسي ان هو بيساعد في هضم الكربوهيدرات. اظن انتوا عارفين المعلومه دي. هل انت بتهضم كربوهيدرات 24 ساعه؟ ما انت مش عايز حد يعمل حاجه وحد يعمل العكس. العمليات التناسليه مش شغاله 24 ساعه، مش هتعوزهم الاثنين يعملوا العكس. اي حاجه مش شغاله طول الوقت مش هحتاج ريجنريشن. اللي بيفهم فسيولوجي هيفهموا حلو قوي. هم ليه كانوا عكس بعض اصلا؟ عشان يحققوا فكره الريجيوليشن. طب امتى مش هيبقوا عكس بعض؟ لو الحاجه اللي قدامك مش شغل قائم بالفعل، مش حاجه شغاله طول الوقت. طيب لقطه ثانيه برضه تعرفها نفسك، ومن الحب ما قتل. في بعض الاحيان ثالث مره عايز اقول لكم ثاني وثالث ورابع بجد خلي بالك منها وانت صغير. للاسف كل اللي احنا بنعمله على السبوره ده معتمد على تبليغ الريسبتور. صح؟ مش كل اللي هيحصل ده بناء على الريسبتور هيكون. والريسبتور ما بيقولش السبب ايه. يعني حضرتك ببساطه الضغط واطي، مستقبلات الضغط هتقول الضغط واطي. مركز تنظيم الضغط مش عارف الضغط واطي ليه؟ ما قالوش. يا ترى القلب اللي ضعيف، الاوعيه الدمويه اللي وسعت، دمه قليل، في ايه ما يعرفش، فبيعمل كل حاجه في وقت واحد. في بعض الاحيان التصرف اللي الجسم هيعمله هيبقى غلط، فانت زورك هيبقى كدكتور انك توقف رد فعل الجسم. هديك مثال لطيف خالص. حضرتك كنت خارج من حصه ربنا كرمك من واسع، طالع من على السلم، عديت الطريق، بتعدي الناحيه الثانيه كده ناحيه الكليه، خبطك كنت بيس سياحي فاخر، جاب لك نزيف شديد. في اللحظه اللي زي دي الضغط واطي صح؟ هيقوموا باعتين يقولوا مركز الضغط الضغط واطي، فمركز الضغط زي الشاطور ومرايح قايل لو سمحت يا سمباثيك روح خلي عضله القلب تشتغل جامد. بس السمباثيك يروح عضله يقول لها ايه؟ انقبض. تقول له يا انقبض دي كانت هتحكي لي قصه بتاعت انقبض. لو انقبضت هتموت. لان دي حاجه عندنا في القلب اسمها بامب فيلير مفيش دم. في اللحظه دي من رحمه ربنا ورقته بينا ربنا بيشد الفيشه ويغمى عليك. عشان الحاجات دي ما تحصلش. فحضرتك لما واحد يغمى عليه في حاله زي دي ما تكونش اصحى يا حسين سيك حسين الله يكرمك. ما تخلوش يسمع في الوصحة. اسئله الحلقه عشان هنطلب جوه. كم سؤال حلقه حلو. لو قلت لك ان في واحد بس من الاثنين الحياه واقفه عليه
سمباثيك او بار؟ بار مش السمباثيك. تخيل الناس اللي راحت السمباثيك، اصل في ناس راحت منهم سمباثيك حد جميل وشطور وبيعمل حاجات جميله، اما البار ده بتاع المنتخب الهضم والاخراج ما يتمش من غير بار سمباثيك. لو سالتك مين اهم منطقه ربنا خلق عشانها البار سمباثيك الهضم والاخراج ما يتموش من غيره، لكن مين اهم حاجه السمباثيك ربنا خلقه عشانها؟ السورس القلب والتنفس، دول شغالين من غير السمباثيك. يعني لو قطعت السمباثيك القلب هيقف، ما حصلش متعرفين ان هو شغال بحاجه اسمها العقده اللي جوه زينا ده، هو بينظمهم بس. عشان كده اللي توقف عليه الحياه البار مش السمباثيك. اللقطه الثانيه، لو رسبته بلغ لي مشكله، ترى السي ان اس هيشغل سوماتك اكتر ولا اوتونوميك اكتر؟ الثلاثه ده الاربعه اسمع الله عليك، انت سمعت الفيديو اهو، هجي عارفك وهجيك. لما بيكون عندي مشكله يا دكاترتنا، عشان بصوا انا دايما بقول كلمه الناس بتستغربها، الفسيولوجي تحديدا لما المناهج بتكبر بتصغر عشان الصوره بتبتدي توسع. انا لو ضغطي واطي هعمل كل حاجه تساعدني عشان الضغط يتظبط. هشغل هرمون الاجستيرون، هشغل هرمون الاي دي اتش اللي احنا لسه قايلينه من شويه في الالم، هشغل هرمون الثيروكسين، الكورتيزول، هشغل الجهاز العصبي سوماتيك واوتونوميك الاثنين. انا جاي يجري مثلا، شفت كلمه، طب ما انا لازم العضلات اللي هتجري دي يروح لها امر سوماتيك صح؟ مش هي عضلات رياضيه؟ ولازم القلب والرئتين يشتغلوا، يبقى دي حاجه اوتونوميك، ولازم الغدد تشتغل، ولو الكبد بيعرف يساعدنا يساعدنا، هو الطحال يطلع لنا كرات دم حمراء، كله يعرف يساعد يساعد. فلما كل شابتر هتاخده في حياتك وكل ماده هتلاقي نفس المشاكل بتتحل، بتقول لي هي بتتحل اوتونوميك ولا بتتحل هرمونال، كله بيتم في وقت واحد لغايه ما نرجع للنورمال، او ما نرجع للنورمال نعمل نيجاتيف فيدباك. بس وقفت قبض. مين اهم منطقه سمباثيك بيروح لها؟ السورك صح؟ فكان منطقته الطبيعي اعصاب السمباثيك لما تيجي تطلع من السي ان اس، هقرب الكاميرا اكتر بقى، تطلع من برين ولا سباينال كورد؟ سباينال كورد طبعا. وانهي حته في السباينال كورد؟ سوراكو اول اللمبر. فالسمباثيك بيطلع من لاترال هورنسيل سوراكو ال 12 كلهم السوراكو اول اربعه في اللمبر. خد بالك في سمباثيك هيروح في الجهاز الهضمي، عارف؟ عشان تشوفها من وجهه نظرك. السمباثيك اللي في الجهاز الهضمي مش رايح عشان شغل، رايح جاست اوبوزنج البار عشان البار ما يقفرش. ما انت عارف الواحد لو ما لقاش واحد في وشه هيقفر ويخرب، لكن دوره الرئيسي للسوركس هتلاقيه طالع للسوركس مباشر، عايز يروح من هيد والنك، عايز يروح تحت للحوض، عايز يروح تلاقيه يمشي لصفات طويله، حتى لو اشارته ضعيفه مش فارقه معايا، انا كده موديه هناك ايه؟ عشان البار يبقى مؤدب بس. طب مين اهم منطقه للبار؟ الهضم والاخراج. الهضم والاخراج، فكان طبيعي ان البار سمباثيك يطلع كرينيو ساكرا. طب سكرا وفاهمها، طالع سكرا قريب اهو من الحوض والجهاز الهضمي. ايه كرينيو دي؟ طالع مع بعض الاعصاب المخيه، ما في حاجات لها علاقه بالهضم فوق حضرتك عارفها كويس زي البطن اللي فالراجل كرينيو سكرا، من هنا جه اسمهم بالمناسبه. واحد سوراكو لمبر واحد كرينيو سكرا، اسمهم سمباثيك وبارا سمباثيك. فهمت القصه كانت منين؟ طب هسالك سؤال عرفت من قبل ما ابدا، عصب السمباثيك اللي رايح للهيد والنك، اللي هيروح لمنطقه الهيد والنك، طالع من سوراخ ولا لمبر؟ سوراخ. سوراخه فوق ولا تحت ولا في النص؟ فوق. طالع من واحد اتنين كمان شويه. طيب اللي رايح للجهاز الهضمي فوق ولا تحت؟ في النص. نص السوراخ ونص اللمبر. طب اللي رايح للحوض طالع من سوراخ ولا لمبر؟ دي الحاجات اللي بيقولوا عليها حدث. ما هو انا لا شيء خلقناه. اللقطه الاخيره. اعصاب السمباثيك والبرا وهي رايحه قلنا انها هتعدي السكه على حاجه اسمها ايه؟ جنجل. الجنجل بيقول عليها سويتش الجهاز العصبي، ركز معايا في الكلام ده، محط التقويه. لكن انا قلت لك ان دورها الرئيسي في الحياه الريلي اوف ترانسميشن. ربنا يحط الجنجل فين عشان الكلام مبني في الكتاب. بس احنا هنقول الكلام اللي يخليكم تجاوبوا من الترم الثاني من دلوقتي. بص يا معلم، لو جيت تدور على اعصاب السمباثيك كده هتتفاجئ ان اعصاب السمباثيك جنراليزد اكشن. اقف شويه، يعني ايه جنراليزد؟ يعني بيشتغلوا شله واحده. يعني ايه مش فاهم؟ لو طلبت من عصب السمباثيك اللي رايح للقلب يشتغل، لازم كل اعصاب السمباثيك في الجسم تشتغل في نفس اللحظه، والا الاكشن مش هيتم. ابسطها لك، انا عايز اجيب، يبقى لازم اشغل السمباثيك اللي رايح للسوركس عشان خاطر يشغل القلب والرئتين، تمام، ويوسع البنكر. في نفس ذات التوقيت لازم اشغل عصب السمباثيك بتاع الجي اي تي والبلفس، يقول لهم احبسوا وقفوا هضم، مش وقت تاخدوا دم دلوقتي. لازم اشغل عصب السمباثيك اللي رايح للوش عشان يقلل الدم اللي رايح للوش عشان اوفر كل حاجه دي. فشغلهم مرتبط ببعض. لكن البرا مش كده. بدليل البرا بيعمل ايه في الاوعيه الدمويه؟
يوسع. عارف انت وانت مندخ وشك يبقى بيبوج منه الدم كده عارف ومحمر وايه واللعاب ايه خلاص تصحى من النوم تلاقي في لعاب كتير عمال يطلع من بقك وهضمه واخراجه وبيبيه وايه حاجه مليطه. هل وانت بتعمل حمام عصب البر اللي رايح للمثانه عشان تعمل حمام بتبيه لازم في نفس اللحظه اشغل عصب البر اللي رايح للقلب يهديه؟ هل لازم اشغل عصب البر اللي بيودي دم الوش؟ ايه المقصود باللي بتعمله مثلا؟ ملهمش علاقه ببعض خالص. شوفوا ربنا سخرها ازاي. ربنا خلى الجانجليا بتاعت السمباثيتك جانجليا بيسموها لاترال في المكان ده. يعني ايه؟ يعني تبقى طالع من السباينال كورد السوراخ لمبر لسه يا دوب طالع خطوه تلاقي الجانجليا في وشك. وبالتالي البري جانجليونك قصير لكن البوست طويل جدا. ده اللي انت بتساله في الامتحان بس انا برضه ما فهمتش ليه. ده مكتوب كمان معلومه ثانيه في الكتاب. السمباثيتك بيخش اي جانجليا واحد بري جانجليونك يطلع 32 بوست جانجليون. ليه؟ مش انت لسه حالا من ثواني قايل ان لما حد فينا احنا كشله يتصلوا بيا يقولوا عندك طلعه وانا على باب القاعه هكون متصل بالرجاله كلهم يا رجاله حصلوني عندنا طلعه. من بدري اتصلوا عشان نلحق كلنا نوصل في وقت واحد فالاكشن يبقى متكامل. في كم عصب سمباثيتك في الجسم؟ 16 بيرز. سرعته كانوا كام؟ 12 واول اربعه لما يبقوا كام؟ 16 بيرز. عرفت رقم جه منين؟ ان اي عصب سمباثيتك هيطلع من الحبل الشوكي هيلاقي الجانجليا جنبه طالع من الجانجليا 32 بوست جانجليك على قد كل اعصاب السمباثيتك اللي في الجسم كله عشان كله يشتغل في وقت واحد. لكن هل انت محتاج ده في البرد؟ تردوا عليا؟ انت قلت لي البرد كل واحد في حاله شغله في حاله بتاع الجهاز الهضمي بتاع الجهاز الهضمي بس بتاع القلب بتاع قلبه بس ما حدش له دعوه بالتاني. وبالتالي كانت الجانجليا بتاع البارا بيسموها تيرنال جانجليا. شفتوا فين؟ حد خد باله فين؟ عند الافكتور اورجنز. وما تطلعش بوست جانجليك اصلا يسكر مش هتشوفه اساسا. ليه؟ لانك ما انتش عايز العصب ده يروح يمين ولا شمال. وبالتالي لما يقول لك ما انواع الجانجليا، الجانجليا ثلاث انواع في نوعين على الصدور. بتاعت السمباثيك اسمها لاترال او ساعات بيسموها بارا فيرتبرال. ما هو الحبل الشوكي كده سواء مطلع عصب يمين او الشمال هتلاقي الجانجل على الجنبين. فاسمهم لاترال او بارا فيرتبرال. لكن بتوع البارا اسمهم تيرنال. طب انا استفدت ايه؟ يا عم اقول لك مش السمباثيك عكس البارا غالبا في معظم الجسم؟ طب انا هسالك سؤال، انا عندي مغص. مغص ده يعني الجهاز الهضمي شغال جامد صح؟ عايز دواء يعالجه، يبقى دواء يعمل ايه؟ يشغل السمباثيك او يوقف البارا. عايز يهدي الجهاز الهضمي، مين اللي يهدي الجهاز الهضمي؟ السمباثيك. او اللي يوقف البار تختار مين وليه؟ يوقف البار. لا لا شوف عشان لو وقفت السمباثيك ده واحد ثالث. نسمع بعض كده بقى، نسمع بعض كده بقى. انت بتختار الدواء الترم الثاني بناء على ايه؟ بناء على الاقوى في الافكت والاقل في السايد افكت. الاقوى في الافكت والاقل في السايد افكت. الافكت واحد اللي بيشغل السمباثيك شبه اللي بيوقف البره لانك عارف ان هما اوبوزنج اكشن. لو واحد في الاثنين وقف الثاني هيبرطع ويخربها صح؟ يبقى كده الاثنين زي بعض في الافكت. يبقى اختار الاقل في السايد افكت. مين اللي بيعمل سايد افكت اكتر؟ طبعا السمباثيك. حد يعرف يعني سايد افكت اصلا؟ مش اعراض جانبيه. انا بعرف الترجمه كويسه. يعني ايه اعراض جانبيه؟ يعني اندزايرد افكت مش باد افكت. الافكت اللي انا مش عايزه في الحاله اللي قدامي. يعني لما اقول لك دواء بيعلي الضغط دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ على حسب الحاله اللي قدامي. لو الحاله اللي قدامي ضغطه عالي تبقى سايد افكت. لكن لو الحاله حاجه ثانيه ده يبقى اصلا. وبالتالي انا لو اديت دواء يا جماعه يشغل سمباثيك الرحله للقلب هيشتغل سمباثيك الرحله للقلب بس؟ هيشتغل في كل السمباثيك في الجسم. وبالتالي كل الحاجات اللي انت مش عايزها دي بقت سايد افكت. لكن الباره ابن حلال. لو شغلت او وقفت عصب بره رحله هنا هيشتغل هنا بس. معنى الكلام ده اللي ما استخدمش ادويه سمباثيك لا، ما احنا لما بنشوف مشكله نحاول نصلحها. الترم الثاني مش هنتكلم في كتب، مش هنتكلم لكم في كتب خالص، بس انتوا تفهموا لوحدكم عشان تعرفوا انتوا بتسموش. كل ادويه السمباثيك بتستخدم لوكال وسبيسيفيك. عارف يعني ايه؟ يعني لو عايز تستخدم اللي كان واقف معايا يا ابن الحاج، اللي عايز تستخدم حاجه توسع الشعب الهوائيه هستخدم دواء سمباثيك او دواء يوقف البار، الاثنين موجودين. بس لو هستخدم سمباثيك استخدمه بخاخه لو سمحت مش حبايه ولا حقنه. لان الحبايه والحقنه هيشتغلوا فين؟ الجسم كله هتخش على الدوره الدمويه انما دي هتخش على المكان اللي فيه بس. ما تعمليش سايد افكت ثلاثه ده. شفتوا ان ربنا كرمه كده وسع وقلبه وقف بيديله حقنه في قلبه. مباشر على طول عشان تشتغل في المكان ده وهكذا. فلو عايز تستخدم سمباثيك بيستخدموه لوكال، مش هيقول لك المعلومه بس انت هتلاقيها مكتوبه اوتوماتيك
الدواء بتاعك لازم يستخدم في المكان الفلاني، اشمعنى لوكال عشان اتخطى مشكله السايد افكت دي. يلا بينا. يلا بينا. طبعا كتابك لطيف بيحكي حاجه، انا طبعا انت خلصت الكتاب بالمناسبه يعني. كتابك بيحكي حاجه اسمها ريفلكس. مش هعرف اقول انواع بس هو مكوناته عصبيه كده، ريسبتور افرنت سنتر افرنت افكتور اورجان، والافرنت يا سوماتيك يا اوتونوميك، وفي مقارنه بينهم في الفاينل. السوماتيك ما بيعديش الجنب، الاوتونوميك بيعدي الجنب. السوماتيك رايح سكيتال ماسل، انما الاوتونوميك رايح سكيتال ماسل او كارديك ماسل او كده. في درس اسمه الجانجلي والعلاج كوليكشن اوف نيرف سيل اوت سايد سينس، تجمع من الخلايا العصبيه في سكه العصب. كان في الفيديو اللي كنتوا بتسمعوه المفروض انواعها ايه؟ انا شرحت الايكوستينيوم لاترال وكولاترال وتيرمال. اللاترال بتوع السمباثاتيك وربنا حطهم في المكان ده عشان ان كل شيء خلقناه بقدر. يا جماعه ببساطه شديده جدا، اي عصب سمباثاتيك في الجسم دوره مش هيتم غير لو اخواته اشتغلوا معاه. فربنا يسر ده ازاي؟ انه مجرد ما ياخد الامر من السي ان اس من السبانال كورد، يعني يا ياخد خطوه الى الجانجليا يخش يخش فيها، يطلع منها 32 عصب لكل السمباثاتيك اللي في الجسم عشان كلهم يشتغلوا في وقت واحد. وبالتالي هو بيسالك بقى في الامتحان بناء على علاج بتفهم، مش معلومه تكون مكتوبه في الكتاب، مين اطول في السمباثاتيك البري ولا البوست جانجليوني؟ البوست والسلبري قد كده اهو. العكس في البرا، اعصاب البرا منفصله عن بعضها، يعني بتاع الجهاز الهضمي مش محتاج حد غيره غير نفسه. فبالتالي مش محتاج يخش يعمل ديستريبيوشن. اول سؤال سالته في حياتي في كليه طب طنطا، كنت في شفوي سنه اولى فسيولوجي اول ما اتحدث. كنت بتقول لي مين الوايد ديستريبيوتد؟ يعني مين اللي اعصابه اكتر في الجسم، السمباثاتيك ولا البرا؟ السمباثاتيك ليه؟ عشان الواحد بري بيدي 32 بوست، كتير قوي. كل واحد بيدي 32، يعني كل عصب طالع سمباثاتيك بيدي 32 بوست جنبه، فمنتشرين اكتر. البرا كل واحد في حاله، شغل دماغه بالدنيا اصلا. حلو كده الكلام؟ ما هو وظيفه الجانجل؟ ريلي ستيشن وديستريبيوتنج سنتر. ريلي ستيشن يعني محطه تقويه، ديستريبيوتنج سنتر لمين بالذات؟ السمباثيك. بتجبر الاشاره تمشي في اتجاه واحد جواها ناقل كيميائي نقل تفصيل ممل اسمه اسيتايل كولين والكلام ده اللي كان فيه. انا هبدا بقى حصتي النهارده بحاجه اسمها مودز. انا جبت لكم كتاب بالعربي كله اصلا. مودز اوف اوتونوميك اكشن. يبقى بقى لنا الاكشن اوف سمباثيك اند بارا والكيميكال ترانسميتر. طبعا دول اتشرحوا بالتفصيل ممل، هيترجموا بس. يعني الحصه الجايه هناخد مع حضرتك كميه رهيبه جدا في الترم ده، 40 صفحه ولا 50 صفحه واحنا قاعدين كده في الجزائر. اقول لك ما تاثير السمساك على الشعر؟ هير اريكشن. على العين هتوسع، اقول لك يعني ايه بيوسع العين؟ على الاوعيه الدمويه بيبوظ يكون ستريتش. على القلب بيزود، اقول لك يعني ايه بيزود؟ على التنفس بيزود، على البرونكاي بيوسع، على الجهاز الهضمي بيهدي، هترجمها بس. طب البرا بيعمل ايه؟ العكس ما عدا الحاجات اللي احنا هناخدها حالا. خلاص؟ دلوقتي هنحكي نفس الزندوق خالص وهسيب حضراتكم الحصه الجايه هناخد سمباثاتيك ببره كيميكال ترانسميتر بهيصه وزمبليطه. طبعا اللي بينسى الكلام ده في الامتحان يبقى متخلف عقليه. انا اسف في اللفظ يعني. اصلا كده كده مش هتاخد باكس مساك عكس البره تشطب السؤال هتلاقي ثلاث اجابات في ناحيه واجابات في ناحيه. اصلا انا كنت درس زندوق هسيب حضراتكم. مودز اوف اوتونوميك اكشن واحد من الطف الدروس اللي في الدنيا اللي انا متوقع كل اللي مكتوب فيه بره. بص معايا مودز اوف اوتونوميك اكشن يعني ايه العنوان؟ العلاقه الشريفه ان شاء الله بين السمباثيك والبار. المفروض لو انتوا بتفهموا زي حالاتي كده ما احنا عملنا دلوقتي العلاقه انتاجونيستك. هتعرف يعني ايه انتاجونيستك؟ تضاد. زي ايام عضلاتك يعني وان سيستم بيعمل ستيميوليشن وذا اذر بيعمل انهبيشن. مش ده دورهم؟ ده لو عايز اللفظ الصح ده يقدر يعمل ستيميوليشن ده يقدر يعمل انهيبيشن، فالاثنين واقفين مؤدبين. لما تعوز حد في الاثنين شغله اكتر او وقف العكس عشان خاطر ياخد ايه؟ شغل. ايه العلاقات الثانيه اللي ممكن الاقيها في الجسم؟ عشان تبقوا فاهمين الكتاب. العلاقه انتاجونيستك بنسبه تتخطى 90% ما عدا الحاجات اللي بقى. رقم واحد في الكتاب ده هزي وانا اسف يعني. ريسيبروكال اكشن. علاقه تبادليه. دي مش علاقه. دي طريقه شغل مش فاهم. يعني لما اسالك ايه علاقتك بفلان تقول لي لما هو بيجي انا بمشي ولما انا بمشي هو بيجي. فين العلاقه بقى؟ مفيش العلاقه. هم علاقتهم انتاجونيستك. لو عايز يبقى في شغل في الجسم يبقى لازم لما واحد فيهم يشتغل الثاني يهدى شويه او العكس. يعني مثلا مش لسه السمساك بيعلي الضغط مثلا تشغل القلب؟ يبقى لو انت عايز تعلي الضغط اشغل السمساتك يبقى اهدي مين؟ البار. دي اسمها علاقه بس دي مش علاقه.
هي على اساس ان هم علاقتهم ايه؟ انتاجونيست. مكتوب ريسيبروكال اكشن وين وان سيستم از ستيميوليتد ذا اذر از انهبيتد. دي مش علاقه مش هتتكتب في كتب الفارما ولا في اي كتب بعد كده. دي قصده ببساطه مش احنا عكس بعض، لو اشتغلنا في وقت واحد مش هتلاقي حاجه. عشان الاكشن بتاعنا يظهر للعالم لازم يكون ايه؟ تبادلي، لما هتشغلني خلاص الثاني هتلاقيه وقف او العكس. طيب العلاقات بقى المهمه بالنسبه لي. كومبلمنتري اكشن. الجسم قال لكم ايه؟ في حاجات مش شغل قائم بالفعل. فما تصدعنيش بقى وتبقوا انتاجونستك، تعالوا ايه قولوا لي المهم. كومبلمنتري اكشن يعني علاقه تكامليه، يعني واحد هيعمل جزء من الاكشن والثاني هيكمل عليه. زي الامثله المهمه قوي. اكت اوف جريد واكت اوف كايتس. جريف يعني احساس الاذى والحزن والاكتئاب لكل المكتئب المصري. بيكملوا بعض، العلم بيقول كده. يقول لك السمباثيك لما تبقى متضايق ومخنوق ان شاء الله ومتوتر ومتضايق ب60 نيله، السمباثيك بيجيب لك الانرجي. والله اللي هقوله كلام عيني. اكتر وقت في حياه حضرتك كلها تقدر تعمل حاجه مستحيل تعملها في التوقيت ده وقت لما تبقى في صدمه او خازوق كبير. بس انت بتاخد الطاقه دي تقعد تشتكي وتولد، تحب تعيش في دور الضحيه، تضمن لك الحياه مش هتقف. مكتوب انرجي فور بروفون، انا بيبقى عندك كميه طاقه ومش طايق الناس، بص عايز تكسر دماغ حد، عايز تنتحر، عايز تحدف حد بحاجه، الطاقه دي لو استغلتها في حاجه في اللحظه دي اقسم بالله هتعمل قصه نجاح ما هتعرف تعملها غير الوقت ده. هو ايه البرا؟ البرا طول عمره كيوت قوي يعني. البرا بيديك الفيشال اكسبريشن التعبير، الويبنج سايد، البوز، المشاعر، الاحاسيس. هو البرا دايما بتاع حاجات بسيطه كده، حتى كمان شويه بتاع الدموع، هو كيوت قوي. فكده هما بيكملوا بعض مش ضد بعض، اصلا احساس الجريف مش 24 ساعه الا لو انت بوما، دي حاجه ثانيه. اكتوف كويتس. كويتس يعني السكشوال انتركورس، الجماع اللي جبنا سيرته كتير قوي سواء في الترمينولوجي او في الامبريولوجي. هنا بيكملوا بعض، البرا هنا هو اللي بيبتدي بيعمل حاجه اسمها اريكشن. ممكن اقول الالفاظ براحتي. انتصاب في الاعضاء التناسليه سواء في الراجل او في الست. في الراجل بينس وفي الست كليتورس. لسه قايلينه منتظر لو فاكرين اللفظ يعني. اما السمباثيك بيعمل لفظ لسه قايلينه اسمه ايجاكيوليشن. خروج الحيوانات المنويه اللي كنا بنسميها او قصر. كده هما بيكملوا بعض لان انا مش محتاج ان هما يبقوا ضد بعض. يبقى اول حاجه كان اسمها بص كده لايدي ريسيبروكال اكشن، لما واحد يشتغل الثاني يوقف. انما الاساس انتاجونيستك اكشن، بوث سيستم ار ستيميوليتد بات اوبوزنج اتش اذر، ده في حاله النورمال. لكن لو عايز حد في الاثنين يبقى لازم يبقوا ريسيبروكال. يعني انا في النورمال الاثنين ضد بعض فالدنيا ماشيه زي الالف عشان الواحد هو نفسه. طب لو محتاج حد في الاثنين يشتغل يبقى لازم ايه؟ نركن الثاني يوقف شويه. في بعض الاحيان بيبقوا كومبلمنتري اكشن، واحد بيبتدي والثاني بيكمل زي اكت اوف جريف واكت اوف كويتس. وزي اي شعب مننا شعب عاطفي بعد ما كانوا مقطعين بعض زي ما انت شايف كده قربوا من بعض شويه وعملوا شغل سوا فالف الله بين قلوبهما فعملوا ذا سيم اكشن. طبعا انا مستظرف ها؟ لم يلتقط السمباثيك والبرا الا في التفاف. السلايف. الاثنين بيزودوا السلايف. وهنا كان لازم تعلقوا تعليق بس انا عارف ان انتوا اصلا انفصلتوا وجازوا من بدري. هو انا قلت لك لما واحد بيتوتر بيريل يا اخي ايه ده؟ لا هو الكتاب بيقول كده بس انا فاهمك ايه ده؟ ده انا لما ببقى بتخانق ببقى هموت بتدفع اللي قدامي ليه بيبقى ناشف. وانا بجري ولا بعمل اكسرسايز ولا ماتش ولا الكلام ده ببقى عشان اطلع الكفاءه بتطلع من الشنخ جوايا. هما بيقولوا ان هما الاثنين بيزودوا السلايفا مجازا، يعني ايه؟ السمباثيك هيزود السلايفا بس السلايفا فيسد، ده حد يعرف ايه فيسد؟ لزجه مليئه بالانزيمات بس كميه قليله جدا فاعتبرها بيزودها. لكن البارا بيزودها سلايفا ووتري ميه ما فيهاش انزيمات. عشان كده حضرتك لما بتبقى مندف بالك قاعد في البيت كده ايام دب الكوالا كده في الاجازه تاخد بالك مفيش نزول واخد تصحى من النوم الصبح تعمل في سلايفا كتير بتطلع وانت بتاكل تلاقي كرش وغازات وقرف يعني. فالبارا بيزود السلايفا ككميه لكن السمساك بيزودها كايه؟ كانزيمات بيسموها تروفيك سكريشن. تروفيك يعني غني بالانزيمات. يبقى ريسيبروكال اكشن انتاجونيستيك اكشن كومبلمنتري اكشن ذا سيم اكشن واخيرا لازم مليار في المية تيجي في الامتحان سنجل انرفيشن لاخد منه عشان فيها تراث. لو هنفهم العلاقة انتاجونيستك ما عدا دول بصوا ايدي كويس العلاقة انتاجونيستك ما عدا الحاجات اللي ما فيهاش ريجوليشن الحاجات اللي مش شغالة طول الوقت سواء هنا هو اكتف جريف اكتف كويتس او اللي هقول لهم حاجة ريسيبروكال دي طريقة شغل
قصدي لما احتاج حد في الاثنين ما ينفعش الاثنين يفضلوا شغالين بقى سوا، لازم واحد يشتغل والثاني يقف شويه عشان خاطر الدنيا تمشي. ما معنى سنجل انرفيشن؟ حاجات بيروح لها سمباثيك بس او حاجات بيروح لها بارا سمباثيك بس. حاجات بيروح لها سمباثيك بس دي اللي هنقولها البارا كده كده هتقل لوحدها اكتر. بص ليه يا بيبي، ايه الحاجات اللي سنجل انرفيتد بالسمباثيك يعني بيروح لها امداد عصبي سمباثيك بس؟ اريكتور بيلي ماسل، دايليتور بيبولاري ماسل، سكليتال ماسل، بلاد فيسل. ده كله بالراحه. اريكتور بيلي ماسل العضله اللي بتوقف الشعر، اصل مش عايز العكس اصلا. ثم انها اصلا في الانسان ما بتبانش، الكلام ده في الضفادع، في القطط. عارف القطه لما تتخض تلاقي ايه وتلاقي شعرها وقف، انما احنا كبني ادمين مثلا حضرتك لما تبقى متوتر ولا في امتحان هلاقي الضفادع قاعدين بيبصوا لبعض ومبرعين كده، الكلام ده ما بيحصلش. فعشان كده ايه ماشي، مش عايز العكس، يعني انت مش عايز بره يدخل الشعر في الجمجمه مثلا يعني او يسبسب. فعشان كده العضله دي بيروح لها سمباثيك بس واصلا مش قويه. يبقى اريكتور بيلي ماسل، دايليتور بيوبيلاري ماسل. انسان العين او النني او البؤبؤ، ما اعرفش بيسموه ايه بقى، اسمه بيوبي. لو بصيت في عين اللي قدامك في ادبك يعني هتلاقي في دايره في النص كده اللي كانوا بيعملوها اختبار الكشاف، فاكرها؟ اللي كان لما الكشاف يقرب تدي ولما يبعد توسع كده، دي اسمها البيوبل. السمساك بيوسع البيوبل فاسمها بيوبل دايلاتيشن، مش فازو ها، ده مش وعاء دم، بيوبل دايلاتيشن. العضله اسمها دايليتور بيوبل. ليه بيروح لها السمساك بس؟ عشان في عضله عكسيه بيروح لها ورا بس اسمها كونستريكتور. عشان كده بص حضرتك لما تبقى صاحي انت خيام الدوار تلاقي نفسك صاحي وبص مش ايه لسه مش مجمع كده شايف اي حاجه عشان البيوبل ضيق قوي، لكن في السمساك انت بتبقى مفاجئ. يبقى اريكتور بيلي ماسل. طيب انا هبدا في السيروج ان شاء الله يوم الخميس عشان نبقى عايشين. دايليتور بيوبيلاري ماسل، سكريتال ماسل، بلاد فيسل. اصل مش عايز العكس. دلوقتي انا طالع اجري فالسمباثيك مشكورا هيزود الدم اللي رايح للسكيتال المصل عشان تجري بشكل افضل. طب لو انا مش باجري وقاعد ما خلاص، ما انا مش عايز حد يعمل عكس، مش عايز حد يقلل لها الدم ولا حاجه ما مش شغاله اصلا. فثلاث عضلات عمد، اريكتور بيلي ماسل، دايليتور بيوبيلاري ماسل، سكيتال ماسل، بلاد فيسل. الحب كله فينتريكلز اوف ذا هارت. يعني ايه فينتريكل؟ بطين. دي اللي هحكي فيها هكتب بيها القصه. ادرينال مضله. احنا خدنا النهارده غده كان اسمها سورينال او ادرينال. المضله كانت بتطلع النقل الكيميائي بتاع السمباثيك، فاكيد هيروح لها السمباثيك بس اللي هو الادرينال والنور ادرينال. اريكتور بيلي ماسل، دايليتور بيبلاري ماسل، سكريتال ماسل، بلاد فيسل، فنتريكل زوب هارت. ادنى المضله سكين وسويت جلاند. طب سكين ليه؟ عشان سكين ما فيهوش حاجه للبره اصلا. ما السكين في عضله بتوقف الشعر بتاعها على السمباثيك. الاوعيه الدمويه اللي بتبدل العضلات السكريتال بتاعه السمباثيك، السويت جلاند بتاعه السمباثيك، ما بيروحلهاش الا السمباثيك بس. ايه بقى موضوع القلب ده بقى؟ بص اسمع دي بقى عشان دي نقول معلومه مهمه، بعد كده تبقوا عايشين يبقى نعيد الكلام ده على بعض. ضيف الدور. دي قصه البطل والبطل. ده تراث يا جماعه هتركز فيه معلش، دي اخر دقيقه. القلب بيتكون من اذينين وبطينين. الاذينين الاتريوم بينزل منهم الدم للبطين 70% باي جرافيتي. 70% للجاذبيه، فبيقولوا عليه ويتنج تشامبر، غرفه انتظار. لكن مين اللي بيضخ ضد الجاذبيه ولسه انتم شايفين النهارده بيضخ في الاورده اسندنج وارش وفيلم ده كله؟ البطين. فعشان كده دايما لو حصل مشكله في الاذين تعب. يعني في حاجه كان اسمها الرفرفه الاذينيه، الاذين ممكن ينقبض لحد 600 انقباضه في الدقيقه. 600 في الدقيقه دي يعني 10 في الثانيه. طبعا دي كارثه بس ده هتمشي. كده كده الدم لازم معظمه بالجاذبيه. انما الكارثه كلها في مين؟ في البطين. ففي مشكله. مستقبلات الضغط لما تعرف ان الضغط واطي، ركز كده معايا سوري اسف، مستقبلات الضغط لو تعرف ان الضغط عالي، لو ضغط الدم عالي تعمل ايه في ضربات القلب؟ تسرعها ولا تهديها؟ فالمشكله بقى في المستقبلات دي انها حافظه مش فاهمه زي ما قلت لكم في اول الحصه. حضرتك لما بتشوف البطل واقف جنب البطله اخته اخت فاضله بينا بالله كده بتقرعش، هو ايه اللي حصل ده؟ او بلاش لو حركوا حد بيسافر وهو بيسافر ما بينزل من على كوبري جامد قوي بيحس بايه؟ عارف انت لو رحت الملاهي لو حاجه بتطلع بنت تخيل يا مؤمن رحمه ربنا الكلام ده حصل ليه؟ بص بقى المصيبه السوداء في المكان ده في مستقبلات الضغط، فلما هو بيلبسها في المكان ده طبعا هو لازم يبقى بطل وبطله مش العكس، لان البطل بسم الله ما شاء الله عنده حراشيف هنا اصلا مش جلد. ايه؟ عشان جلدها رقيه، فممكن لما يعمل كده المستقبلات خد الشريان لما يديه تفتكر الضغط عالي حتى لو جزء صغير، فلما تعمل ضغط عالي تعمل ايه؟
تروح تهدي، يعني تشغل سمباثيتك ولا بره اللي يهدي البار. من رحمه ربنا يا مؤمن ان البار بيروح للاذين بس، فبيلعب في ال 30% من الدم، انما كده كده معظم الدم هينزل. فتحس انها ايه؟ يا ترى اتخطفت، عارف انت الدم ما وصلش للاطراف كده. تخيل يا مؤمن لو كان البار بيروح للبطين كانت هتتخطف خالص، كان هيجي لها كارديك اريست. حضرتك لو حد واكل وضربته على بطنه هتلاقي الامهات دايما تقول لك ما تضربوش على بطنه يا ابني احسن يموت. اه ممكن يموت، بس من رحمه ربنا ما يموتش. ليه؟ المستقبلات اللي بتتحفز هنا بتحفز البار سمباثيتك، فالبار هيهدم مين؟ في الاذين. فتحس كانك الكهرباء بتاعك ده ما وصلش للاطراف، لو كان بيوصل للبطين كنت حضرتك هتتخطف خالص. فمن رحمه ربنا البار سمباثيتك بتظنت ان الفيت فينتر كده. الفنتك اللي ما بيروحوش الا مين؟ لسمباثيتك بس. فنعمل ابديت لمعلوماتنا عشان اسيب حضرتك واقول لك لو قدامي اختيار بين ادويه سمباثيتك وادويه باره، نظريا انا بميل للباره، بس طبعا الكلام ده مش هيحصل. انا ممكن ادي سمباثيتك وممكن ادي باره، بس لو هدي سمباثيتك ادي ايه؟ لوك. على الجهاز الهضمي بميل للباره، منطقته، خاصه ان الاعصاب بتاعت الباره في المنطقه دي طالعه مباشر، عارف مستقرة. عند القلب بميل لمين؟ لا، عند القلب سمباثيتك اونلي، لان الباره مش مؤثره اصلا. شفت على السبوره؟ الباره اصلا ما بروحش للاذين، والاذين بيعمل حاجه اصلا؟ ده في دواء واحد في الحياه ما عادش حد بيستخدمه اصلا، اللي بيأثر على العضله دي وزي مين. انما غير كده اصلا ادويه الباره لما هتديها هتأثر على مين؟ على الاذين، والاذين بيعمل حاجه اصلا؟ ده الاذين يا دوب مجرد بيعبي الدم، عشان كده القلب يبقى سمباثيتك مطمئن. السنه الجايه في الكارديو هتلاقوا كل ادويه الكارديو من اولها لاخرها نفس الادويه بتاعت الاوتونوميك بالظبط، بتاعت السمباثيتك. اتفقنا؟ كتابك عباره عشان بهوات بقى اللي ما شرفناش بقى وعايزين مثلا يسمعوا الديسكريبشن، الديسكريبشن ما بيذاكرش. الاوتوماتيك انا هنزل ورق يغني تماما عن الكتاب، مش ملخص بقى زي قبل الميدتيرم، لا هو كتاب بالظبط ورقتين. حلوين ورقتين ولا قللوا لكم انتوا عايزين؟ عينيا الجزء من خير المزود لا هزود اكيد مني. انا كاتب حاجات اكتر من كتاب ومش محتاجهم اصلا، انا كاتبهم لك بس ايه نفسيا. معلش هستاذن الناس، انا عشان ابقى وزنت الموضوع جبت من ورا وعديت في النص كده عشان ازود، كان المفروض النهارده اخلص المذاكره بره، بس قلت يعني خلينا نفهم فيه. لو حد مش فاضل قوي الجزء الاولاني يبقى اسمع الفيديو اللي انا نزلته قبل كده، انا قايله لغايه الجاي. النهارده يا دوب انا خدت حاجه اسمها نوتس اوتوميك اكشن هناك. الحصه الجايه هناخد سمباثيتك وبره واحتمال كمان جيمي كام ترانسفير. لان انا هترجم حاجه ترجم مثلا. هاجي اوزع لك اوريجن وليه، يعني انت دلوقتي عارف ان السمباثيك كله طالع سوراكو لمبر، هقول لك الواحد هناك طالع من واحد واثنين. طلع من واحد من خمسه مش عارف بيعمل ايه دي بقى بتاعته. بيوقف الشعر، بيوسع العينين، بيطلع سلايفا من المنظر اللي انت شايفه، بيصفر الوش، هترجم بس. هتبقى حاسس ترجمه بس ما ينفعش اصلا تبص. اتفقنا؟ مبدئيا اتمنى ان تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده، وان شاء الله هحاول من الاسبوع الجاي بس ما اخلص الاناتومي هغير معاك السيكل خالص. عشان هو ما ينفعش يتاخد منه بلح كده بره. المره الجايه هقولها لك، اقول لك هو ده السؤال اللي هيبقى ب 200 جنيه وبرضه مش هتعرفه عشان انا فلوسي حاليا. لا بس ما تقلقش كده كده هتاخده فلوس وتاكل، بس بقى ايه على حسب تفكيرك، يعني فكرت تفكير بدائي قوي هديك 5 جنيه 10 20 50 100 200 اكتر على حسب انت وصلت لتفكيرك ازاي. وكل الاجابات من جوه القصه طازه، مش معتمده على معلومات ولا معتمده على حاجه قبل كده، ده القصه نفسها عشان اضمن انكم وريتوا وتفكروا زي البني ادمين. ايه شفتوا من 50 شهر. Thank you.